السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوان بخير عليكم، كل شيء مزيان خوت جميعا، أحوال كلها بخير، الله يحفظكم جميعا. واليوم الخوت درنا واحد الامتي فيديو على واحد الموضوع ان شاء الله. موضوع احنا غادي نتكلموا فيه، اول حاجه بعدا الحميمه طريقه ليا قضيه الحمى السخونيه الصهد قصدي عطي الحراره بزاف باش تسخن الحميمه ان شاء الله. غادي نعطيهم يدوشوا، نعطيهم الاستحمام ان شاء الله قبل ما يستحموا، نعطيهم بعدا ياكلوا. والوجبه اللي غادي نعطيهم هي هاتكم هي الماكله اللي جبت ان شاء الله. غادي نعطيهم زيت الثوم ان شاء الله بحول الله. وتحيه لخوتنا الحبابنا ديما كنقولها اللي سالوا علينا، احنا غادراوش وعايشين مع الدراوش. غادراوش قول لي واحد حمام عندك ولا ما عندك؟ نعطيه بعدا ياكلوا. غنعطي لكل شيء، نعطيه زيت الثوم ان شاء الله كل شيء والحلبة. مبروك لخوتنا كاع اللي جاهم الحمام، اللي جاتهم شي حمامه مبروك عليهم من هذا المطلق ديال السماره، المطلق الكارثي. ونتمنوا الخير. يلا طلعت الكونستاتور، يلا شعل الكونستاتور. هي خوتنا وحبابنا ديما تنقولها، لا في ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن ولا الدول العربيه ما نساوهمش. نديرو شويه هكا كيف العاده. هذه هي الزيت اللي بقات هنا، الزيوت الزيوت الاخوه. دابا هاد الماكلة غياكلو منا كلشي، البروديكسيون وكلشي، والحمام ديال الخدمة وكلشي ياكل منا. أنا نديرو ليها الحلبة دابا. الله على ريح الله. كتبري اليوم راه الحال شويه سخون، الجو شويه سخون اليوم. نعطيهم شويه ديال الحلبه بلاتي. هذه الحلبه الخوت، هذه الحلبه مطحونه. الحلبه راه الفوائد ديال الحلبه راه شي حاجه عظيمه ان شاء الله بحول الله. حط المعلقه هي. يا ربي يا ربي، اللهم يسر الجميع، اللهم يسر الجميع بإذن الله. اليوم الخوت عندنا واحد الموضوع، يمكن تا نعطيو الحميمات. واحد الموضوع شوية زوين اللي بغى نقولو، اللي بغى يقتني شي حمام، كاين واحد الحمام، حمام روعة للبيع. مازال نزيدو الحلبة، لأن الحلبة رخيصة.
اعطي دغاج 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 ادغاج يعطي اعطي اعطي الله اعطي ما انا الخوشة هاي الوجبة زيد الحلبة زيد لأن الماكلة عندنا هنا كثيرة ونتمنوا الخير للجميع بإذن الله وما ننسوش واحد تحية نرجعو هادي واحد تحية خويا حمادة خويا حمادة الخزامي من مدينة خزازنا اول مره كنسمع هذه المنطقه الخوت ديال خزازنا قال لك النواحي ما بين تيفلت وما بين الخميسات تحيه لك اخويا حماده وما نساوش محمد عالم اخويا محمد عالم من مدينه شيشاوة وخويا ايوب من بيغرا مرحبا بالناس ديال بيغرا خويا جواد اسفي الله يحفظك خويا جواد خويا اكرم اليعقوبي خويا اكرم اليعقوبي ما عرفناش اش من مدينه وخويا لطفي من ازرو نواحي افران تنشكركم الخوت على هذا التحية هادي وان شاء الله وكنحيو كيف كنقولوا خوتنا هنا وخوتنا لهي هنا ولهي كاع الموالي كاع اللي كيتبعونا تحية لهم من هذا المنبر لا في الدول الاوروبية ولا في الدول العربية الخليج وهذا ما كان ان شاء الله دابا غادي نعطيو الحميمات ياكلوا من بعد غنحطوا لهم ميه غادي يشربوا ومن بعد غادي نعطيهم يدوشوا ان شاء الله وانا جاي لكم الله ما تقطعوش لا تقطعوا ولا تستقطعوا دابا البداله الخوت البداله بدات وتحيه للجميع زيدي زيدي لعندي زيدي صافي تصور ماشي مشكل زيدي صافي دابا الخوت كيتبنى نخرجوا هذا بابا يمكن ولا شعلك هذا ما دابا كياكلو خليهم ياكلو نعطيهم ميه ولا غادي اغلي التليفون ها انتما الخوت قولوا اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا واياهم من المهالك الحميمه تما تياكلو خلط 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 هادو هما الزغاليل هاد السنة إن شاء الله الله يسخر فيهم الله يسخر الجميع الجميع بدون استثناء اللهم يسر الجميع الزغاليل هاد السنة نعطيهم دابا مية باش نعطيهم يدوشو عاد إن شاء الله نهضرو في الموضوع اللي غادي نهضرو فيه نخرجو بعدا خلط 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 حيد بابا حيد بابا حيد ندوز حيد ندوز حيد ندوز حيد ندوز ندير الكولوار شويه مضيق خلي بنتي خلي حلي 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 صافي دابا هما الزغالي اللي كياكلوا ان شاء الله الوجبه ديالهم ونعطيهم يشربوا ومن بعد غادي نحطوا لهم يدوشوا هنا في الكولوار اللهم بارك والله يسخر وما تقطعوش الخوت هذا ديال
كيف كتعلموا الخوت دابا؟ دابا هاد الوقيته ديال البداله خاص الحمام يدوش. الدوش مهم بزاف. حنا عندنا هادشي تقليدي ديال الخوت. الدوش ضروري الحمام يدوش. غير تخوى هكا الله يسخر الجميع. الخوت بالنسبة للموضوع اللي باغي نهضروا عليه ما طولتش عليكم. بالنسبة للخوت غادي ندير لكم شي بعض الصور وندير لكم واحد الفيديو ديال الحمام ديال البطل سعود. بالنسبة لسعود الحمام اللي باغي يبيع عندك لا بروديكسيون وعندك الحمام اللي العبي اللي حقق به انجازات اللي كيطير عنده في الدار اللي عنده في نقدروا نقولوا بحال الفيرما بحال الكيراجات داخلة على بن سليمان. دونك هذيك هو كان وقع عليه مشكل مع الجمعية أنا الجمعية قال لك هو معزول يعني ما بغاوش يبقى معزول خاصو يجي وسط المدينة. لذا هو يا مشاكرة نعاود لكم داكشي أون ديتاي الإخوان. هو مشاكرة وسط المدينة باش يكون قريب للمواليع باش ديك الساعة اللي عنده ما يقولوش راه الحمام كيدوز عنده هو الأول راه فهمتيني يعني هو عنده هو جا لداخل ديال بن سليمان. هو جا أصلا كان بعيد عليهم. لذا هو كرا واحد السطح وسط المدينة ويلاه دابا دالي واحد 40 زغلول إن شاء الله بحالكم الله يسخر لي فيها دا ديك 40 باش يطيرها تماك باش يلعب معاهم تماك. لذا داك الحمام اللي بقى في الجهة الأخرى مبقى عنده تا لازمة ما غاديش يرسي ليه يجي صعيب في الترسية. وقال من الأحسن يحيدو لأن عنده الوالدين من الأحسن. لذا خوت اللي باغي ياخد شي حاجة اللي باغي يقتني شي حاجة يعني حمامات من سلالات عالمية راه بالبيديكري حمامات من سلالات عالمية راه الوالدين بالبيديكري حمام عنده كله براوي يعني بالبيديكري ديالهم ماشي البراوي إيكاري عنده الحمام بالبيديكري ديالو. لذا اللي باغي يقتني شي حاجة راه يتصل بأخ سعود الله يجازيكم بخير. هذا ما كان وما علينا راه نخلي لكم واحد الفيديو ديالو واللي بغى شي حاجة يتصل بيا راه النمرة ديالي راكم عارفينها وديك الساعة غادي نلاقيه مع الأخ سعود. والسلام عليكم ورحمة الله. دابا غادي للحمام. يلا دخل فابور يلا اللي بغى يمشي يلا فابور. سيرو دابا تسلتو رابا ردو الحجر يلا اول واحد سمكي. الله مبارك الخوت دابا راه ما كيدوشو او مبارك زيد لينا شي كيشربو شي وحدين كيشربو يلا تبحره شدي النوبة يلا تلقى استغل ستة اكبر بابا استغل ستة
اللهم بارك. انا الخوت قالوا لي على الخوت الدوش دوش 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 اللهم بارك. الدوش مهم مهم بزاف للحمام. دوش يا بابا دوش 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 تطايو الريش. شوف شوف الريش الريش. يلا يا بنيتي يلا دوشي 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 يا بنيتي. الدوش حاجه مهمه. شوف 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 اللهم بارك. اخي ناصر احييك. اخي ناصر تحيه الاخ ناصر من دوله الكويت. انا الدوشان انا بازولاي. يلا اللهم بارك. خليو الحميمة تيدوشو الدكورة راه ما كياكلو. يلا اللهم يسير. يلا تحية لجميع الخوت. ولع شيء شيء جميل. حالك زوينة الإخوان بحالك. تحط الحميمة شماشة ويتشمشو أمامك ما يطيرو ما والو يدوشو ويتشمشو حداك مزيانة. كروني غاطلبط حاجة جميلة. هاد الدكر اللي رجع هاو. اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله إخواني في الله. أحييكم جميعا أحييكم جميعا. أرض الوطن وخارج أرض الوطن. يلا الاخوان نخليكم وان شاء الله في اخر الفيديو غادي نعطيكم واحد صور تقريبيه على الحمام اللي غادي يتبعي ان شاء الله. واللي بغى ما عليكم غير اتصلوا الواتساب او مكالمه وانا معكم. اللهم يسر الجميع. السلام عليكم ورحمه الله. ماشي يغرق. لا لا خلي غرقه. شي غرقوش ماما. هو تا يتشلخو دابا يدوشو مزيان ويتشمشو. منظر ولا اروع كما قالت هبة ولا اروع. يلا السلام عليكم ورحمة الله. Voilà.